حول هذا الموضوع معنا عمر أبو ليلى المدير التنفيذي لشبكة دير الزور 24 من بون الألمانية، ومعنا فايز الأسمر أيضا محلل عسكري من غازي عنتاب. أهلا وسهلا بكما. بداية أبدأ معك سيد عمر، هذا أول استهداف من نوعه لدير الزور المدينة، ما الذي استوقفك في هذا الاستهداف الإسرائيلي؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. طبعا ليست المرة الأولى التي تقصف بها دير الزور من قبل الطيران الإسرائيلي أو الطيران المجهول إن صح التعبير، لكن ما غفل عنه الجميع أن هذا القصف كان بعد معلومات فعلا حصرية حصلنا عليها تتعلق بشحنة صواريخ قامت بجلبها ميليشيات إيران إلى دير الزور، ولم تقم بتوزيعها حتى اللحظة إلى مقراتها الفرعية في أرياف دير الزور، سواء في الميادين وفي البو كمال والبوادي. ما لفت نظري أكثر شيء في هذا القصف أن الإسرائيليين لا يزالون يرسلون الرسائل الواضحة للميليشيات الإيرانية في دير الزور أننا نرصد كل تحركاتكم الظاهرة منها والخفية. هناك مستودعات في أرياف دير الزور لميليشيا فاطميون زينبيون تحت الأرض تم قصفها، وهناك يعني بقيت النيران مشتعلة لأكثر من ساعة ونصف، وهذا أيضا يدلل على رصد غير مسبوق من الإسرائيليين أو الأقمار الصناعية لتحركات الميليشيات الإيرانية. قتل الميليشيات بالدرجة الأولى وبالنسبة الأكبر كانوا من السوريين أو المقاتلين المحليين المنضمين لهذه الميليشيات، بالإضافة لمقاتلين من حزب الله العراقي في مدينة البو كمال. القصف هو الأعنف إن صح التعبير في الأشهر الماضية، وفيه رسائل كثيرة أبرزها أننا لن نتوانى عن استهداف هذه الميليشيات، خصوصا كما ذكرتم في تقريركم أن مع الأيام الأخيرة لحكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال بضعة أيام، من المرجح جدا أن الإسرائيليين أو حتى التحالف الدولي سوف يكثف ضرباته في حال أنه رصد أي تحركات أخرى أو أي مخاطر مع حجم الحساسية أو التهديدات التي تطلقها إيران منذ عام كامل منذ مقتل قاسم سليماني حتى الآن. سيد فايز، يعني تحدث سيد عمر عن نية إسرائيل لاستهداف الميليشيات الإيرانية، وخاصة بعد المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها وتحدثت عنها الأسوشيتد بريس، ما الذي سيجعل إسرائيل تتخذ خطوات أكبر في الأيام القادمة، خاصة أن كما تحدث أيضا الأستاذ عمر حظوظ ترامب بتوجيه ضربة إلى إيران قد تكون قليلة؟ مساء الخير سيدي آسيا لك ولضيفك الكريم. يعني خلينا بداية نقول أن الملاحظ في الغارات الإسرائيلية التي نفذت فجر الأمس تميزت بتوسعها وكثافتها ودقة الإصابة وتنوع جغرافيا التنفيذ والعمق القتالي التي نفذت فيه. لاحظي أنه قطعت أكثر الطائرات المغيرة أكثر من 550 كيلومتر تنوع جغرافيا التنفيذ، وأيضا بقائها في الأجواء ما يقارب 38 دقيقة. هذا يدلنا بالتحليل العسكري بداية أنه نستطيع أن نقول أولا من الممكن أن تكون الطائرات المغيرة هي طائرات الشبح F-35 التي تملك إسرائيل، منها 12 طائرة F-35 هي التي نفذت الغارات. الأمر الثاني، ربما أيضا تكون قد شاركت الطائرات الأمريكية إن كان المسيرة أو المقاتلة القاذفة انطلاقا من قواعدها بقاعدة أنجرليك أو من القواعد المنتشرة كقاعدة العديد في قطر، أو من أيضا الأسطول الجوي المتواجد في الخليج العربي. طبعا كمان بدلنا أستاذة آسيا يعني الطائرات المغيرة من مدة التنفيذ معناته أخذ راحتها 35 دقيقة، معناته الطائرات اللي طالت كل تلك الأهداف بقيت وأخذ راحتها في الأجواء السورية. هذا يدل على أن سلبية الدفاعات الجوية للنظام السوري، وأيضا مع العلم المسبق للروس بتلك
تلك الضربات، يعني لا يمكن أن تكون إسرائيل تنفذ تلك الضربات بوجود مناطق مسؤولة عنها روسيا وهي منطقة البادية ومنطقة دير الزور. إذن هناك تنسيق ما بين الروس وما بين غرفة حميميم وما بين القوى الجوية في تل أبيب، أقلها يبلغونهم قبل 5 دقائق من أجل كوريدورات الطيران في الذهاب والإياب لكي لا يكون هناك تصادم ما بين الطيران الإسرائيلي العامل في الأجواء أثناء تنفيذ الغارات، ومن الممكن أن يكون هناك طيران روسي أيضا يعمل في الأجواء. إذن هذا التنسيق موجود. لاحظي أيضا أن المسؤول الأمريكي قال بالأمس، وهذه أول مرة يصرح بأن التعليمات والمعلومات الاستخباراتية عن الضربة أتت بمعلومات من الإدارة الأمريكية، وإسرائيل نفذت على الفور على مستودعات ومخازن نقلت حديثا تحوي حقيقة مواد للبرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية. هذا كله يدل دلالة واضحة على أن إسرائيل لن تسمح بالمطلق على أن تكون سوريا هي أرض عبور للمواد المتقدمة من الصواريخ باتجاه تمركزها إن كان في الداخل السوري أو مرورها باتجاه حزب الله. طيب بالعودة إليك سيد عمر، هل هنالك حصيلة جديدة لعدد القتلى من الميليشيات الإيرانية والنظام؟ لكي لا نقع بموضوع تضخيم الأرقام وتداول أرقام خيالية، حقيقة ما يتم تثبيته من أرقام لا يتجاوز 40 قتيلا، بما فيهم القسم الأكبر هم من العناصر المحلية المنضوية تحت هذه الميليشيات. وأكثر حصيلة من القتلى وقعت هي بالقرب من مستودعات عياش، المنطقة التي نالت الضرب الأقوى إن صح التعبير ما بين هذا القصف الذي كما ذكر ضيفك الكريم استمر لما يقارب أكثر من نصف ساعة. تم استهداف مواقع حيوية ومهمة جدا للإيرانيين بالقرب من مدينة الميادين على بعد 7 كيلومتر. تم استهداف أيضا نقاط حيوية لحزب الله العراقي والحرس الثوري أيضا داخل، أو بالأحرى ليس داخل، على حدود مدينة البو كمال. ولكن التركيز الأكبر بما فيه المعلومات الاستخباراتية التي ذكرتموها في تقريركم أو تحدث عن الضيف الكريم، هي كانت ترتكز على المحيط مدينة دير الزور، مستودعات عياش وما يقاربها، لأنه الميليشيات الإيرانية منذ وقت طويل أعادت بناء هذه المستودعات لصالحها، سحبتها من سطوة يد الأسد أو أيقنت أن نظام الأسد لا يمكن أن يستلم زمام هذه الأمور، قامت بإعادة بنائها وقامت باتخاذها كمقر عسكري تحت الأرض وفوق الأرض، نقطة عبور لوجستي ما بين مدينة دير الزور وصولا إلى الميادين والبو كمال ولربما حتى إلى العراق بالالتقاء مع نقاط أخرى في باديتي الميادين والبو كمال. لذلك الملفت للنظر أن الاستهداف بالفعل كان جدا نوعي ومحدد، والملفت أكثر أنه لم يوثق منذ أن شنت إسرائيل هذه العمليات الجوية على الميليشيات الإيرانية مقتل ولا مدني في دير الزور. كل العمليات الجوية كانت بالمجمل دقيقة، انتقت أهداف عسكرية وهذه الأهداف حتى خارج مدينة دير الزور. هل لديك تعليق على ما قاله السيد فايز من أن الروس أيضا يعني انسحبوا ربما من البو كمال أثناء الضربات، بمعنى أن هنالك ربما يعني عدم استهداف للروس من قبل الإسرائيليين؟ أتفق مع ضيفك الكريم بقسم كبير أن هناك تنسيق واضح جدا ما بين الروس والإسرائيليين ليس اليوم والبارحة، منذ وقت طويل، وإذا عدنا بالتواريخ منذ عام 2018 أو بعد 2018 هناك حرب باردة ليست معلنة ما بين الروس والإيرانيين داخل دير الزور، وحدثت لعديد من المرات بالتحديد في مدينة الميادين، حدثت العديد من المرات التي اصطدمت فيها الميليشيات التي تتبع لروسيا
مع الميليشيات التي تتبع لإيران، وحدث أنه حتى وصلت لحد الاشتباكات لعديد من المرات. موضوع أن الروس انسحبوا من البوكمال أعتقد ليس ضيفك الكريم من تحدث، بل التقرير لا يوجد وجود حقيقي للروس في البوكمال مع الأخبار التي انتشرت في الأسابيع الماضية. هناك دوريات ولكن لا يوجد لهم مقرات. السيطرة الكلية، نكررها لأكثر من مرة، السيطرة الكلية ما بين مدينتي الميادين والبوكمال وبواديهما هي بالدرجة الأولى لإيران والميليشيات الإيرانية، على رأسها الحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله العراقي. طيب، بالعودة إلى السيد فايز، إسرائيل تصعد وتصرح بأنها ستبادر ولن تتفرج وسيكون لها عمليات قادمة، ما هو السيناريو المحتمل؟ بالتأكيد هناك أمران سيدة آسيا لا تعيهما أو تعيهما حقيقة إيران تماما بتواجدها الغير مشروع على الساحة السورية. الأمر الأول هو أن إعادة الانتشار والتموضعات الإيرانية بالمطلق هي موضوعة تحت المجهر الإسرائيلي الأمريكي بشكل يومي وخلال ال 24 ساعة على 24 ساعة تعي إيران ذلك تماما. الأمر الثاني أن أيضا تعيه إيران أن إسرائيل لن تأخذ الإذن من أحد، لا من روسيا ولا من أمريكا، تجاه أي تهديد لأمنها القومي، وستتصرف منفردة تجاه أي خطر تشعر به، ودون مثل ما قلنا أن تأخذ الإذن من أحد. وهذا ما لاحظناه في الغارات السريعة والكثيفة التي مرت خلال الأشهر الماضية. الأمر الثاني بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل حددت لبوتين وغير بوتين أننا ثلاث لاءات. اللاء الأول هو أننا لن نسمح بأي تموضع إيراني في الجغرافيا السورية. الأمر الثاني، لن نسمح بأن تكون الجغرافيا السورية هي منطقة عبور لأسلحة متقدمة وصواريخ باتجاه حزب الله. الأمر الثالث أيضا، لن نسمح بتطوير أي أسلحة جرثومية أو أسلحة تدمير شامل على الأراضي السورية، وسنتصرف بالمطلق تجاه تلك التهديدات. إسرائيل تعي ذلك تماما، وإيران أيضا تعي ذلك تماما، والقادم أعظم. فايز الأسمر محلل عسكري كنت معنا من غازي عنتاب، شكرا جزيلا لك. وأيضا أشكر عمر أبو ليلى المدير التنفيذي لشبكة دير الزور 24 كان معنا من بون الألمانية.